اهلا بيك يا ازاي كابتن حضرتك؟ الساده المشاهدين يا اهلا بحضرتك دايما معانا في البريمو. فوز كبير النهارده يا باشمهندس، فوز كبير ودايما جدا. متالق الله كده دايما. يخليك، دايما بنستمتع بمقالاتك وبادارتك الجيده لنادي المقاولين. حتى الله الان زي يخليك ما احنا شايفين نادي المقاولين بيتالق وبيفوز او بيعود للانتصارات مره اخرى من خلال فوز كبير جدا على نادي مصر. مبروك ليك يا فندم. الله يبارك فيك وشكر جدا على الكلام اللي انت بتقوله، والحمد لله الولاد كانوا نازلين من عايزين يعوضوا الماتش اللي فات، كان في روح وفي اصرار، والحقيقه من اول دقيقه استطاعوا ان هم يفرضوا كلمتهم في المباراه. وزي ما قلت قبل كده هفضل اقول مجموعه من اللاعبين المجتهدين جدا المحترمين اللي نفسهم يعملوا حاجه لناديهم ومقتنعين بقياده طبعا كابتن عماد النحاس والجهاز المعاون معاه، كابتن علاء عبد الغني، كابتن رامي عادل، كابتن رامي ربيع، كابتن احمد زهران، مدرب حراس مرمى كابتن محمد فتحي. كل التيم ده مقتنع الحقيقه بان احنا السنه دي ان شاء الله نقدر، لان احنا بنجهز الكلام ده من العام السابق، يعني من ساعه ما مسك كابتن عماد النحاس وبيسعى ان شاء الله ان احنا نمثل في افريقيا، وده جاي حقيقي جاي ما جاي بعد 15 16 سنه بعد، فاعتقد ان شاء الله ربنا يكلف جهود الجميع السنه دي بالنجاح باذن الله. طيب يا باشمهندس، يمكن هل حتى الان المقاولين في المركز الرابع، يمكن كان في الدور الاول في المركز الثاني، وانتوا الاهداف هو اللعب في بطوله افريقيا طبعا سواء في دوري الابطال او الكونفدراليه، لكن ما زال طبعا الفرصه مواتيه لنادي المقاولين ان هو يبقى متواجد حتى يعني المركز الثاني، ما زال مسموح لنادي المقاولين ان هو طموحه يبقى موجود في هذا المركز. بتتكلموا في الجزئيه دي مع بعض يا باشمهندس ولا مكتفين أكيد في المركز؟ يعني انا مش عايز اقول لك ان احنا بعد المباراه النهارده احنا ما عندناش حاجه، وده شعور اللعيبه كلها، لا احنا طموحنا اكبر من كده. احنا مش معنى ان احنا بنقول عايزين مربع يبقى الرابع في المربع، لا طموحنا وسعينا جميعا ان احنا نبقى في مركز متقدم داخل المربع، وبنبذل الجهد لهذا، والتوفيق يبقى بتاع ربنا ان شاء الله. هو يعني احنا بنتكلم ان فاضل اربع مباريات يا باشمهندس، لو نادي المقاولين كسبهم تتكلم في 12 نقطة، 12 نقطة يعني تعدي برضو طبعا، يعني لو النتائج الأخرى طبعا فرصة مواتية طبعا. طيب يعني هكلم حضرتك إن في بعض الأخبار إن طاهر محمد طاهر جاله كورونا، ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ الكابتن طاهر كان بيلعب النهارده يعني ما أعرفش بعد الماتش، بعد الماتش لا لا الكلام ده كانت الإشاعة دي كانت امبارح، وزي ما بقول لحضرتك دلوقتي بدأت الميديا اللي هي ملهاش يعني تحت السلم على راي البوابات بتطلع اي اشاعات دلوقتي، واصبح ده كلام خطير. يعني كل يوم انا بصحى على اشاعه على نادي المقاولين عرب، شويه كابتن عماد مدير للاهلي، شويه لا ده مدرب عام، شويه طاهر هياخد انذار الماتش بتاع اف سي مصر عشان ما يلعبش ماتش الاهلي. انا بكلمك كلام بعاني منه ال 24 ساعة. هو الأندية أكثر كلها يا باشمهندس والله بتعاني من الحاجات دي، كل الناس بتعاني يعني بما فيهم احنا كمان يعني، فالأمور بقت في السوشيال ميديا طبعا صعبة. أنا يعني مع حضرتك لا يعني بص يا كابتن، الإعلام من حقه إنه يتناول الموضوعات يبقى عارف الحقائق، لكن مش حقك إنك تنشر خبر عليا غلط. احنا بنسأل حضرتك يا باشمهندس، احنا بنسأل حضرتك وبنطمن لأن ده شيء مهم جدا. حضرتك ما عليك، لا انا بتكلم بشكل عام عشان نوصل للجمهور اللي ممكن يكون يمشي ورا خبر مش صحيح، هي دي النقطه. نفسي الناس تبقى يعني تقدر تميز الخبر الصحيح من الخبر السليم. طاهر اتقال عليه او بيلعب النهارده بيأدي، ما كانش في اي داعي لتقال الكلمه دي، لان ما حصلتش في اي مرحله من المراحل انه زهر عنده كورونا. ولو زهر عنده كورونا ما نعرف ايه المشكله يعني، وكلنا معرضين لهذا الكلام، وهيبان زي ما قلت انا دلوقتي هيتعرف بكره، لكن الكلام ده ما حصلش ودي كلها كلام. طيب احنا بنتكلم على طارق، امتى يتجه الى النادي الاهلي؟ يعني خلاص هو الراجل مضى خلاص والامور تمام مع المقاولين، امتى يتجه للنادي الاهلي؟ طبقا للتعاقد لما تفتح فتره الانتقالات اوكي بنهايه الموسم، هو ده الاتفاق عليه انه يبتدي ينتقل بعد كده للموسم الجديد للنادي الاهلي، لان حاليا حتى ما يقدرش ينتقل لأن فترة انتقالات لسه ما فتحتش. لما تفتح فترة انتقالات وده الاتفاق اللي بيننا وبين النادي الأهلي، هينتقل بعد كده عشان يبدأ الموسم الجديد بعد
طيب بالنسبه لكابتن عماد النحاس، يعني حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي ان هي بعض الاشاعات وليست حقائق، مفيش اي كلام يعني مع كابتن عماد من خلال طبعا العلاقه الطيبه مع المهندس محمد عادل في ان ممكن فعلا يكون في اتصال حصل وان الامور بتتجهز مثلا بالنسبه لكابتن عماد في حاله وجود مدير فني اجنبي يعني يبقى هو متواجد؟ اطلاقا كابتن عماد قبل كده لما اتكلموا مع المنتخب كنت متابع معاه كلمه بكلمه، ما حدش يكلم الكابتن عماد خالص ان هو يروح النادي الاهلي باي صوره من الصور، مش اي حديث في هذا الموضوع. وكابتن عماد لا يمكن يروح النادي الاهلي مدرب عام، كابتن عماد مكانه مدير فني والاهلي جايب مدير فني اجنبي اكيد يعني ان شاء الله. تمام باشمهندس محمد، انا بشكرك وكل التوفيق لنادي المقاولين اللي بيقدم اداء رائع مع كابتن عماد النحاس.